تعد مصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية في العام 1963، والتي تحول اسمها إلى الاتحاد الإفريقي في العام 1999. وقد عززت مصر تواجدها في الاتحاد، وقد تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دوراته القادمة، وهي الدورة 31 للعام 2019. مصر الحمد لله دلوقتي خلاص هتستلم رئاسة الاتحاد الافريقي، وده بيشجع ان احنا الحمد لله في استثمارات كتيرة في افريقيا، واخيرا كنا عاملين سد في تنزانيا. ده اللي ابتدى يعمله طبعا زعيم عبد الفتاح السيسي، ان هو ابتدى يعمل ترابط بيننا وبين افريقيا. مصر من ضمن الدول الافريقيه اللي بتعتمد عليها الدول الافريقيه جميعا بان مصر هي الام للقاره الافريقيه، فرجوعها لهذه المنظمه لابد ان مصر هنا تلعب بقى دور فعال وترجع زي الاول ان هي بالدور الفعال ان هي تقود الامه الافريقيه للتطور والنجاح. حاجه كويسه طبعا، هيبقى في تعاقد بين الدول، وهيبقى طبعا ده هيعود علينا بالاستثمار بعد كده. ترجع الرياضه الافريقيه تاني بعد ما احنا خلاص يعني كنا بعدنا سنوات. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء في مصر جميلة، وسمعنا آراء مجموعة من السادة المواطنين وطبعا عينة عشوائية من الشارع المصري عن العلاقات المصرية الأفريقية وأهميتها، ومزيد من التفاصيل بيسعدنا ان احنا نلتقي مع الأستاذ خالد علي الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. واهلا بحضرتك معانا. اهلا بك يا فندم. طبعا العلاقات المصريه الافريقيه من العلاقات الهامه جدا واللي واخده بعد كبير ومتميز في الفتره الحاليه. رئاسه مصر للاتحاد الافريقي في 2019 تنظيمنا لبطوله الامم الافريقيه باذن الله تعالى بيدي كمان ثقل اكبر للعلاقات. هنتكلم على عمق العلاقات المصريه الافريقيه. هو في البدايه اولا يعني التوجه المصري تجاه افريقيا يعني بالذات او بالتحديد في الفتره اللي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014 حدث فيها تطور كبير سواء على المستوى السياسي او حتى المستوى الاقتصادي. يعني المعروف ان حتى كانت اول زياره خارجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لغينيا للمشاركه في اجتماعات قمه الاتحاد الافريقي اللي عقدت في هذا العام في العام 2014 وقتها. فده يعتبر اشهر الى امرين مهمين جدا، اول شيء اللي هو عوده مصر لافريقيا، الامر الاخر اللي هو التاكيد على محوريه الدور المصري اتجاه قضايا القاره الافريقيه خاصه قضايا التنميه والتغير المناخي وما الى ذلك. لان المعروف ان مصر حتى كان في العام 2015 تم انتخابها ايضا لكي تكون هي المتحدث باسم الحكومات الدول الافريقيه بشان قضايا التغير المناخي في اجتماعات الامم المتحده وكافه الاجتماعات الدوليه، وخاصه كان ايضا كان مؤتمر باريس للتغيرات المناخيه. ده كله بيشير الى امرين في غايه الاهميه. الامر الاول ان مصر دائما بتاكد على بعدها وانتمائها الافريقي، ودائما ومساندتها لكافه القضايا الافريقيه وللدول الافريقيه خاصه في قضايا تتعلق بعمليه التنميه. الامر الاخر ان هو ان الدور المصري في افريقيا يعني اصبح ياخذ ابعاد متعدده. يعني كان في فتره من الفترات فتره الخمسينات والستينات يعني كان هناك دعم مصري كامل لكافه الدول وشعوب القاره الافريقيه من اجل ان تنال اللي هو الحريه والاستقلال من الاستعمار. وده حتى احنا يمكن لاحظنا ليه كتير يعني او لاحظناه كتير في عدد كبير من الدول الافريقيه، حتى ان كان اغلب قيادات الدول الافريقيه كانوا كلهم بيجوا هنا القاهره وكانوا موجودين هنا في القاهره، وفي منهم تلقى تعليمه في القاهره. حتى ان بعد ذلك انعكس ده بعد ذلك على طبيعه العلاقات ما بين مصر وما بين الدول الافريقيه في تلك الفتره، بالذات يعني ما يطلق عليه سياسيا اللي هي الحقبه الناصريه. يعني كان كافة القضايا العربية والمصرية اللي بيتم عرضها في الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان دائما هناك إجماع أفريقي عليها وتأييد كامل لكافة القضايا المصرية والعربية وخاصة اللي هي القضايا الفلسطينية. لكن يعني بعد ذلك أو يعني في مرحلة لاحقة حصل نوع من اللي هو يمكن صح التعبير تباطؤ اتجاه التوجه ناحية القارة الأفريقية، ثم حصل بعد ذلك يمكن نحن نقول عليه حصلت قطيعة اللي كان في اعقاب في منتصف التسعينات بالتحديد، يعني كان في اعقاب محاوله الاغتيال كانت الرئيس الاسبق مبارك. لكن يعني ادراكا من الرئيس عبد الفتاح السيسي باهميه القاره الافريقيه والبعد الافريقي
والدول الأفريقية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي كان التوجه من جانب النظام المصري الحالي هو أفريقيا أولا، وده احنا لاحظناه حتى في الكم أو عدد الزيارات. يعني احنا دايما في العلاقات الدولية بنؤشر اللي هو على تنامي حجم العلاقات أو الصعود السياسي لأي دولة من خلال مؤشرين هامين جدا. الأول الأمر الأول هو حجم الزيارات، بمعنى اللي هو عدد الزيارات المتبادلة ما بين سواء الرؤساء على مستوى القمة أو على مستوى أو على مستوى وزراء الحكومات أو مستوى كبار المسؤولين. ده حتى احنا لاحظناه، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة لأكثر من دولة أفريقية، بل إن هناك عدد من الدول الأفريقية يمكن ما زارهاش رئيس مصري يمكن من 50 سنة أو 60 سنة. الأمر الآخر هو موضوع حجم الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية ما بين مصر وما بين تلك الدول الأفريقية. يعني احنا لاحظنا ان في عدد من المشاريع بتقوم بها عدد من الشركات المصرية في عدد من الدول القارة الأفريقية، اللي هو كان آخرها عدد من اللي هو السدود اللي تم الاتفاق عليها وإنشائها في عدد من بالذات من دول حوض النيل، لأن مصر بتولي أهمية كبيرة جدا لقضايا اللي هي الأمن المائي وقضايا دول حوض النيل. ده من ضمن اللي هي المؤشرات اللي بتؤكد إلى ان الدور المصري تجاه أفريقيا قائم. هو اللي حصل ان حصل ممكن يعني نقول ان هو حصل فيه تغير في الاسلوب. يعني كان في فتره من الفترات، يعني مصر لما كانت فتره الخمسينات والستينات كانت بتركز على فكره اللي هو البعد التحرر الدول الافريقيه ومساعدتها من اجل الحصول على الاستقلال. في العهد الحالي او في النظام الحالي هي بتركز على البعد التنموي، بمعنى بتشوف انا الدول الافريقيه محتاجه ايه وايه اللي انا ممكن اقدر اقدمه لتلك الدول الافريقيه. كذلك في بعد مهم جدا ان يعني مصر حاليا مع اللي هي المشاريع والتطورات الاقتصاديه اللي بتشهدها او عدد من المشاريع الاقتصاديه اللي استقطبت عدد من الشركات الكبيره والشركات العالميه خاصه في منطقه او محور قناه السويس، ده كله ممكن ان انا استخدمه او تكون مصر قاعده للانطلاق لتلك الشركات الاجنبيه سواء شركات صينيه او شركات اوروبيه انها تنطلق لافريقيا عن طريق منتجاتها. هو طبعا شيء ما بين العالم كله انظاره بتتجه لافريقيا لانها ما زالت القاره البكر. واحنا البوابه الشماليه لافريقيا لعدد من الدول. وفي نفس الوقت القضايا يعني او المشاكل بتحكم المجتمع المصري هي تقريبا نفس المشاكل الموجوده في عدد من الدول الافريقيه. علاقتنا بقى دلوقتي مع افريقيا مبنيه على علاقه منفعه متبادله. احنا نستفيد وكمان الدول الافريقيه تستفيد، سواء خبرات سواء استثمارات سواء تبقى سوق مفتوحه للمنتجات المصريه. يعني الحقيقه الفكر اتغير والعلاقات بقت مربوطه كلنا ببعض، وده اعتقد ان هو ضمانه جيده لتنميه واستثمار العلاقات مستقبلا. هو ده صحيح، حتى ان ما هو يعني الاسلوب المصري اللي تم بموجبه اللي هو التوجه ناحيه افريقيا اللي هو بالفكر الجديد او المنظور الجديد اللي هو عمليه التنميه او فكره اللي هو اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو الاعتماد المتبادل، بمعنى انا ايه اللي انا مقدر اقدمه للدول الافريقيه وفي نفس الوقت ايه اللي ممكن الدول الافريقيه تقدمه ليا. يعني هي فكره اللي هو الاعتماد المتبادل. حتى احنا لاحظنا مثلا ان مثلا كعدد كبير من المشروعات اللي حصلت في مصر جزء كبير منها من الانتاج بتاعها عندما يتم تصديره بيتم تصديره الى الدول الافريقيه، لان المنتجات المصريه حاليا في الدول الافريقيه هي بتتناسب مع حجم السوق الافريقي ومع متطلبات سواء اقتصاديا او حتى ماديا. يعني بمعنى ان احنا بنلاقي يعني ان المنتج المصري في افريقيا ممكن يكون ليه سوق واعد جدا، بس اهم حاجه ان يكون في عمليه ان انا اقدر ادرس السوق الافريقي كويس. يعني احنا لاحظنا ان في مثلا دوله زي الصين يعني هي يمكن درست جميع اسواق العالم بما فيها السوق المصري والسوق الافريقي وقدرت انها تكتسح حتى السوق الامريكي. يمكن ده اللي عمل نوع من الحرب التجاريه ما بين الصين وما بين الولايات المتحده الامريكيه، واللي خلى الصين مؤخرا متقدمه اقتصاديا من مصاف الدول المتقدمه جدا اقتصاديا. ده جزء اساسي. بص حضرتك، كان دائما حتى في الحقب الاولى في ايام الدول الاستعماريه الكبرى كان دائما بيتم النظر الى القاره الافريقيه ودولها او الوحدات السياسيه اللي بتتكون منها على انها مصدر للمواد الخام. دلوقتي حصل في تطور جديد ان دلوقتي اصبحت الدول الافريقيه بالاضافه الى انها مصدر للمواد الخام اصبحت ايضا سوق كبير جدا للمنتجات سواء المنتجات اللي هي الصينيه او حتى المنتجات الاوروبيه او حتى المنتجات التركيه او ما الى ذلك. عشان كده انا يعني باكد دايما ان مصر دائما بتؤكد على بعدها الافريقي، وانا اتمنى ان تكون هناك مثلا وزاره خاصه بالشؤون الافريقيه حتى يتم اللي هو ان يكون في عوده للدور المصري بصوره اكبر في افريقيا، لان المعروف ان حاليا الساحه الافريقيه بتشهد حاله من الصراع من جانب القوى الدوليه بشان اللي هي عملت الاستحواذ عليها وعلى مقدرات تلك القاره. وانا ارى ان مصر بحكم اللي هي العامل او البعد التاريخي وارتباطها بعدد كبير من الدول الافريقيه
حتى ان هي كان لها دور كبير في سواء في نشر التعليم او فتح مدارس او انشاء مستشفيات في عدد كبير من دول افريقيه، هي تكون مؤهله للعب هذا الدور في المرحله المقبله، خاصه وانها في هذا العام او بالتحديد في اول من فبراير سوف تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، وده بيضع على عاتق مصر اولا مهام ومسؤوليات كبيره جدا فيما يتعلق بطرح قضايا القاره الافريقيه على المجتمع الدولي، الامر الاخر المساهمه في عمليات التنميه والاعمار في كافه الدول الافريقيه. دي نقطه مهمه كنت عايزه يعني اطرحها مع حضرتك. رئاسه مصر للاتحاد الافريقي في 2019، اهم القضايا اللي هتهتم مصر بطرحها دوليا من اجل ايجاد حلول وايجاد تنميه شامله في الدول الافريقيه. شوف حضرتك، هو كان دايما واحنا طبعا واحده منهم، ده صحيح. هو كان دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى خلال زياراته والكلمه اللي بيلقيها في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، واللي كان حتى كان في العام الماضي لما عندما القى الكلمه كانت بتتضمن الكلمه اللي هو البعد الافريقي، ركز على عدد كبير على عدد من قضايا القاره الافريقيه، كان في مقدمتها اللي هي عمليه تنميه القاره الافريقيه اللي هي عمليه اللي هو ايجاد حلول سلميه لعمليه الصراعات. يعني معروف ان الدول القاره الافريقيه تعتبر من الدول الهشه سياسيا، يعني حتى الان يعني بنلاحظ ان هناك عدد من حاله من عدم الاستقرار في عدد كبير من الدول، دي نقطه. الجانب الاخر ليه عمليه التنميه واستنزاف موارد تلك الدول لصالح دول او شركات اخرى اللي هي الشركات متعدده الجنسيه. حتى ان كان دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال في كلمته الاساسيه في الجمعيه العامه بيركز دائما على عمليه التنميه وضروره ان تكون الدول الافريقيه ليست بيئه طارده للتنميه او للصناعات، وانما تكون بيئه جاذبه للصناعات ولعمليه التنميه في تلك الدول. ده انا برى يعني انا ارى ان ده هيكون بعد اساسي هيكون على اجنده الاولويه المصريه عندما تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي. الامر الاخر في غايه الاهميه اللي هو موضوع قضيه التغير المناخي. يعني المعروف ان كان مصر انه تم اختيار مصر لكي تكون متحدثه باسم حكومات الدول الافريقيه بشان قضايا التغير المناخي، ده كان في العام 2016. وبالفعل استطاعت مصر ان هي تطرح موضوع قضيه التغير المناخي، وخاصه ان دول القاره الافريقيه من اكثر الدول اللي هتتاثر بشده من قضايا التغير المناخي بحكم عوامل كتير جدا، منها عمليه اللي هو استنزاف الموارد. يعني معروف ان في عدد كبير من الدول الاوروبيه والدول الغربيه بتقوم بعمليه استنزاف للموارد الافريقيه، ده طبعا بيتبعه بعد ذلك اللي هو نتائج سلبيه في اللي هي العناصر الحاكمه في اللي هي المنظومه المناخيه الخاصه بالدول الافريقيه. ده على ما اعتقد ان ده هيكون بعد تاني اللي هو البعد التغير المناخي. في ايضا بعد هام جدا اللي هو عمليه الشراكه، وخاصه اعطاء دور اكبر للقيادات الشابه وللشباب والمشاركات الشبابيه من اجل المشاركه في اللي هي في العمليه السياسيه داخل تلك الدول. حتى المعروف ان حتى خلال المنتدى شباب العالم اللي بتنظمه مصر ونظمته فعلا كان في الدوره الثانيه تجارب كتير، كان في تجارب من كتير أفريقيا. وحتى في كمان برضه ملتقى هيعقد ايضا على خاص بالقيادات الشبابيه وبالشباب الافريقي هنا في مصر بالتحديد في اسوان هيتم عقده من اجل هو نقل التجربه او الرؤيه المصريه الى الدول الافريقيه حتى يتم تعميمها والاخذ بها. فانا على ما اعتقد ان دي يعتبر قبل ابرز القضايا اللي هتكون على الاجنده المصريه ان شاء الله عندما تتولى الرئاسه رسميا في الاول من فبراير باذن الله من هذا العام. احنا بنشكر حضرتك يا فندم على تشريفك لينا، واهلا بحضرتك معانا في مصر. جدا. نشكر كمان كل السادة المشاهدين اللي تابعونا النهارده في مصر جميلة. الحقيقة الوقت خلص بسرعة مع حضراتكم، وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد ومصر دايما جميلة. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي.
المصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية مصر جاية مش حزينة لا هالية حلم قد الدنيا دية. مصر جاية مصر جاية قول معايا وقولها ليا واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية, مصر جاية.